السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هنكمل مع بعض ليسون 2 وهنشوف اهم التكيفات لاهم الكائنات الحيه اللي موجوده حوالينا، وهل في انواع للتكيف وضروره وجود التكيفات دي في حياه الكائن، والا ما كانش هيقدر يستمر في البيئه اللي هو عايش فيها. فزي ما احنا شايفين مع بعض عنوان ليسون 2 types of adaptations او انواع التكيفات للمخلوقات الايه الحيه. عشان نفهم الموضوع ده فبيقول لك ان في اكتيفيتي معين لازم نعمله، وهو ان احنا هنشوف الكائنات اللي جايه دي ونحاول الاول نتعرف على البيئات بتاعتها. فبيقول لك اهوت classify the following animals according to the environments، يعني حسب البيئات اللي هي بتعيش فيها، where they live in، التي توجد فيها او تعيش فيها. وبدا يديك اول مثال الفينيك فوكس، طبعا بيتميز بالاذان الكبيره بتاعته، وبيتميز كمان بانه له فرو مدي على لون كريمي كده او لون اصفر زي لون الرمل. يا ترى بيعيش في بيئه ايه؟ وخدنا منه نبذه قبل كده وتعرفنا على اهم مميزاته والتكيفات بتاعته. هو بيقول لك المثال الثاني البولار بير او الدب القطبي، وطبعا هو من اسمه يعني مش محتاج ان احنا نتعرف على البيئه بتاعته، هو اسمه واضح ويغني عن اي شرح. بولار بير الدب القطبي، طيب ولونه أبيض، ركز في لونه، ممكن من لونه تستنتج لون البيئة اللي هو موجود فيها. وعندنا نوع من أنواع سمك القرش اللي اسمه بال شارك، وده نوع من أنواع القرش بيقدر يدخل على المياه العذبة وبيعيش برضو في المياه المالحة، ويقدر من ألوانه من تكيفاته من جسمه إنه يعيش ويتأقلم كويس أوي مع الصيد، وإنه هيفاجئ الكائنات الحية زي ما هنعرف كل ده مع بعض. في نوع تاني برضو من الكائنات وهو الجمل أو الكامل، وزي ما انت شايف برضو لونه مدي على اصفر زي الرمل، وبيستحمل الجوع والعطش، واحنا اتعرفنا عليه قبل كده، وفينا ناس شافته وفينا ناس اتعاملت معاه بشكل مباشر يعني عادي جدا. فالجمل مشهور ومعروف. وفي عندنا برضو الديزرت ليزرت، وهي من اسمها ديزرت ليزرت، يعني بتعيش فين؟ يعني هتعيش في المريخ، هي اسمها ديزرت ليزرت، هي بتعيش في الصحراء ولها اشكال وتكيفات كتيره، وممكن تحافظ على درجة حرارة جسمها ازاي، وتستخبى امتى، وتعمل ايه. وكمان ممكن نلاحظ ان جلدها عليه حراشف تحميه من الجفاف ومن تبخر المية والعرق والحاجات دي، مفيش حاجة من دي خالص عندها، مش زينا كده. يبقى هنتعرف عليها برضو. باقيين لثلاث كائنات عندنا الاركتيك فوكس او الثعلب القطبي، برضو من لونه ابيض، ممكن نستنتج البيئة اللي هو بيعيش فيها. وبرضو الثعلب ده بيتميز بقدرته على الصيد زي ما هنشوفه، حاسة شمه قوية جدا حتى لو كانت أذانه صغيرة. وعندنا طبعا البنجون اللي بدأنا بيه خالص، وقلنا إن رجليه متكيفة للمشي على التلج والأوعية الدموية، اتكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل. وعندنا برضو الأكتوبوس أو الأخطبوط، وطبعا ده كائن من الرخويات أو الكائنات اللي هي ملهاش عمود إيه فقري، وبيستخدم ضغط المية أو إنه بيملى جسمه مية برضو مع الدم، وبيعيش في المية أو في المحيطات. هنشوف كل ده بقى. يا ترى هل تقدر تقسم لي الكائنات دي اللي هم زي ما احنا شايفين في الشريحة دي كده، فينيك فوكس، البولار بير، البال شارك، الكامل، ديزرت ليزر، أركتيك فوكس، البنجوين أند أوكتوبوس، هل نقدر نقسم الكائنات دي حسب البيئات بتاعتهم؟ هو مش عايز البيئات بالتفصيل. يعني ايه؟ يعني هو عايزك بس تقول له باختصار شديد، هل هو بيعيش مثلا في منطقة قطبية ولا منطقة صحراوية ولا بيئة مائية، مية سواء بقى مية مالحة مية عذبة. يبقى هو طالب منك انك تقسمها له زي ما انت شايف كده، اهو الجدول قدامنا اهو، بيقول لك هل انت تقدر تقول لي مين فيهم في الهوت ديزرت او الكولد بولار ريجونز او المناطق القطبية او في الاوشنز اللي هي المحيطات. فانت ابدأ بقى كده بالورقة والقلم، حاول تقسمهم لي الاول قبل ما الاجابة تظهر قدامك دلوقتي. احسنتم، الاجابة هتبقى بالشكل ده. في ثلاث كائنات في البولار ريجون في المنطقة القطبية،
اللي هما البولار بير والأركتيك فوكس والبنجوين. طبعا دول بيتكيفوا وبيتأقلموا كويس جدا مع التلج والبرودة. وفي 3 كائنات بتعيش في الهوت ديزرت أو الصحراء القاحلة اللي هي الصفراء الحر وكده، ومتكيفين جدا للعيشة معاها، الفينيك فوكس والكامل والديزرت ليزرت. وعندنا في الأوشنز في كائنين بس، اللي هو الأكتوبوس والإيه والبال شارك أو الإيه القرش اللي ظهره أو زي ما تقول إيه مدي على لون غامق شوية مش زي الألوان التانية للقرش الرمادي وكده. والأكتوبوس طبعا الأخطبوط في أنواع منه بتقدر تغير ألوانها بالكامل. المهم إن الكائنات دول بيعيشوا في المحيط، وهنتعرف على تكيفاتهم بعد كده. يبقى أنت كده قدرت تقسم الكائنات ديت طبعا النشاط ده إلى البيئات اللي هم عايشين فيها. طب أنا ليه بتعرف على البيئة اللي هم عايشين فيها؟ علشان بناء عليها نبدأ نشوف تكيفاته مع البيئة دي، اتكيف معاها إزاي. وهتلاقي إن الـ3 كائنات القطبية بيتكيفوا مع البيئة القطبية تقريبا بالـ3 تكيفات هي نفسها، أو نفس مجموعة التكيفات مع اختلافات بسيطة، وهكذا بالنسبة للكائنات الصحراوية وبالنسبة لكائنات المحيط. فبيقول لك اهوت you have known the adaptation is a change made over generations، يعني التكيف هو اللي الكائن أو اللي الكائنات اتعودت تعمله وغيرته في نفسها بإرادة ربنا طبعا على مدى عدة أجيال، بحيث إن الكائن ده يقدر يعيش and survive in his environment أو في البيئة بتاعته. And now you will study the types of adaptation، يعني هندرس أنواع هذه الإيه التكيفات. بقول لك في اساسا او من الاساس عندي كده، اي كائن هناخده من الكائنات دي دلوقتي، واحنا هناخدهم كلهم عشان تبقى عارف، لازم نعرف فيه ايه هو الاستراكشر او الاستراكشرال ادابشن او التكيف التركيبي، يعني حاجه في جسمه في تركيب جسمه زي الاوعيه الدمويه في رجل البطريق والحاجات دي، حاجه في شخصيته في جسمه نفسه في تركيبه. وفي نوع تاني اسمه بيهيفير ادابشن، تكيف سلوكي، في سلوكيات معينه بيعملها، حركات معينه بيأديها، اتعلمها، شاف غيره بيعملها، ما هي موجودة فيه بالفطرة، مزروعة جواه، حتى لو ما شافش حد بيعملها هو بيبدأ يعملها، اسمها behavior adaptation أو التكيف السلوكي، سلوكيات معينة. هنبدأ نفهم الفرق بينهم دلوقتي كالتالي بالمثال اللي أنا هقوله لك ده قبل ما نبدأ الشرح. يعني افترض إن أنا وأنت كده في تركيبنا لينا شعر لون أسود أهو يحمينا من أشعة الشمس، ربنا خلق فينا في تركيبنا الحكاية دي. وبالرغم من كده جينا في يوم بالرغم من وجود الشعر ووجود العرق ووجود الهدوم والشمسيات والنظارات والحاجات دي كلها، بس يعني خلينا من الشمسات والنظارات اللي هي الحاجات اللي في تركيبنا اللي في جسمنا، بالرغم من كده إلا إن إحنا لسه حرانين، فبدأنا كمان بالإضافة للمميزات اللي ربنا خلقنا فينا دي نعمل سلوكيات كمان تخفف الإيه البرودة شوية الحرارة شوية. مثلا نقعد في البيت لحد العصر وما نطلعش الا لما الشمس تكسر. مثلا نلبس ملابس بيضاء لان الملابس السوداء بتمتص ضوء الشمس فهنتحس بالحراره اكتر. فبقى في سلوكيات كمان اضافيه، ماسكين مروحه بنهوي بيها. فبالاضافه لان في تراكيب في جسمنا تحمينا، في كمان سلوكيات بتخفف الحر كمان. في كده وفي كده. اهو الكائنات عندها structural adaptation and behavior adaptation. الاتنين مهمين والاتنين لازم يتقالوا. خلاص يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف بالراحة كده أول كائن. فبيقول لك اهوت الـ structural adaptation أو الـ physical adaptation، إيه تعريفه؟ It is a change in the structure، تغير في التركيب بتاع الـ animal's body، جسم الكائن، يعني حاجة في جسمه نفسه. To adapt its environment عشان يقدر يعيش ويتكيف مع البيئة بتاعته. مثال مثلا the blood vessels in the penguin's feet، الأوعية الدموية اللي هي في دم البطريق اللي احنا خدناها قبل كده، راجع الفيديو الأول. أو the thick fur، الفرو الكثيف والتخين بتاع البولار بير، وطبقة الدهون اللي هي تحت الفرو، كل دي تراكيب جوه جسمه علشان يقدر يعمل بيت شتوي، عشان يقدر إن هو يخزن الأكل، علشان يقدر إن هو يحمي نفسه من البرودة. يبقى التكيفات دي طالما في جسمهم يبقى تكيفات تركيبية، تمام، في الاستراكشر بتاع جسمه في تركيب جسمه. لكن لو جينا نبص مثلا النوع التاني بقى، هو مش في الجسم، هو عبارة عن حاجة في السلوك، في البيهيفير السلوك. فبقول لكم التعريف it is a change in the behavior، تغير في سلوك الكائن. or acts، يتصرف او يبدأ يتصرف. of a group of animals، تصرف مجموعة من الكائنات مثلا. to adapt its environment، عشان تتكيف مع البيئة بتاعته. يعني مثلا بيقول لك الثعلب ده يجي في الحر كده ويستخبى في ايه، في كهف، في جذع شجره، في جحر، لحد ما الشمس تكسر شويه. ده تكيف سلوكي مش تركيبي.
سلوك هو بيعمله، ولو ما عملش السلوك ده هيتعب ويلاقي نفسه خد ساعتين شمس على جسمه خلته يجي بقى يصطاد بالليل او وقت المغرب مش قادر يصطاد، فلازم ينام شوية يستريح في الحر ينام. في كائنات تانية مثلا زي السحالي كده بتستخبى في الشقوق بتاعت الصخور، برضو بتحمي نفسها من ضوء الايه الشمس، وبتشوف زمايلها بيعملوا كده وساعات يستخبوا جنب بعض الى اخره. يبقى ده لازم تعرف ان هو تكيف سلوكي في السلوك بتاع الكائن، وساعات انت ما بتقدرش تميز بينهم عشان تبقى عارف. يعني مثلا في الثعلب ده والليزرد دي، ما هو ربنا خليها بحجم معين انها تقدر تستخبى، ما كان ممكن حجمها يبقى كبير مش عارف تستخبى. فتحس ان التكيفات التركيبية هي اللي خلتها كمان تقدر تعمل التكيفات السلوكية. يعني لولا ان انت تركيب جسمك ورجليك اللي تقدر تمشي على الصخور وما تتزحلقش وتتضير ازاي وتعكس اتجاهك ازاي بقى وانت لما تدخل في الصخور، كل دي تكيفات تركيبية وفي نفس الوقت سلوكية، يعني الاتنين مع ايه مع بعض. انا مثلا دلوقتي عشان اتكلم معاك بستخدم الشفة والحنجرة واللسان، دي حاجات تركيبية، وبستخدم اللغة والكلام والحروف ومخارج الحروف اللي انا اتعلمتها من وانا صغير، ودي تكيفات سلوكية الاتنين مع بعض عشان اقدر اتكلم. يبقى اللي انا عايز اقوله لك ان ساعات انا عارف ان الموضوع قدامك كشرح سهل، لكن فعلا فعلا لما تكبر وتيجي تدرس الكائنات دي انت ممكن ما تقدرش تفرق يعني هل ده تكيف سلوكي ولا تركيبي. هو عادة بيبقى خليط من الاتنين عشان تبقى عارف بنسب مختلفة، هو تكيف تركيبي بنسبة كام، سلوكي بنسبة كام، هو ده الصح. لكن مفيش تكيف في الدنيا سلوكي 100% او تركيبي 100%، فاهمني ولا ايه؟ يعني مستحيل تلاقي كائن كده او سلوك الكائن ده عمله واقدر اقول لك 100% ان التكيف ده سلوكي، مستحيل. احنا بنلاقي اكتر من 80% منه سلوكي او في الحدود دي، فبنقول عليه تكيف سلوكي. لو جيت تركز هتلاقي جزء كبير منه تكيف تركيبي، يعني سلوكي مع تركيبي، ايه المشكلة؟ او العكس. خلي بالك الموضوع ده لازم تاخد بالك منه كويس قوي، ان ممكن يجيب لك مثال تلخبطك. انت شوف الغالب على المثال ده ايه ويبقى هو ده، هل الغالب عليه تركيبي ولا سلوكي. بس التكيفات التركيبية ما بتلخبطش، يعني الفرو، الدم، الأوعية الدموية، يبقى دي الكائن ملوش تصرف فيها. في حاجات سهلة وفي حاجات ممكن تلخبطك شوية. تعال نكمل. بيقول لك بقى بطل، هنبدأ ناخد مع بعض الايه موضوع التكيفات ده بالتفصيل، وهنبدأ ان احنا نشوف امثلة عليه وعلى الكائنات اللي هي ايه بتتصرف وبتعيش في البيئة بتاعتها، بحيث ان احنا انها تورينا الامثله او التكيفات اللي هي بتعيش. اول نوع من انواع الامثله اللي قدامنا زي ما انت شايف كده بيجيب لك نوع من انواع السحالي او الليزرتس اللي هي بتعيش في الصحراء، الديزرت ليزرتس. طبعا السحالي دي زي ما انت شايف في الفيديو اللي قدامك نوع منها بيحاول يقعد يحط ايده ويشيلها كده عشان ايه الايد والرجل اللي يسخنوا ويبردوا شويه ويرجع يشيل ويحط. وفي نوع تاني زي ما انت شايف كده راجل شوية تراب كده عمال يشتغل او عمال يدور فيهم على كائن حي، وفعلا قدر ان هو يجيب كائن مستخبي ونايم في تحت التراب لحد ما الشمس ايه تختفي. يبقى واحد بيستخبى من الشمس بيدفن نفسه، التاني بيستخبى من الشمس انه يقعد يرفع ايده ونزل ايده يرفع ايده ونزل ايده. فزي ما انت شايف كده يبقى كل كائن له تكيف معين. فبيقول لك اهو البيهيفير ادابشن الديفينيشن It is a change in the behavior or act of the group of animals to adapt its environment. وبدأ يقول لك بقى أول مثال هناخده مع بعض، الديزرت ليزرت looks for shade، بتبحث عن الظل والمخبأ during hot sunny days، بالطرق اللي أنت شايفها كده. طب لو مفيش مخبأ هضطر بقى إن أنا أرفع رجلي شوية وأسند برجلي التانية، وأرفع رجلي دي شوية وأسند برجلي التانية، وهكذا زي ما أنت شايف كده. فده سلوك هو بيعمله، وبيعتمد على تركيب جسمه بقى إن هو الحراشف اللي عليه بتعكس ضوء الشمس، وجسمه ما بيفقدش زي ما تقول الميه يعني كتير، بحيث ان هو يحمي نفسه من الايه من قصه السخونه او الحراره اللي انت شايفها دي. يبقى دول كائنات اهيت سحالي قدرت انها تتكيف مع الحراره. في نوع تاني برضو بيقدر ان هو يستخبى بقى فين، داخل الشقوق او الفجوات بتاعت الصخور او التشققات بتاعت الصخور، بيقدر يمشي على الصخور بطريقه معينه ويستخبى فيها لحد ما الايه الحرارة تختفي أو الشمس القوية تختفي والجو يبقى معتدل شوية. فيبدأ نفس الكائن ده زي ما انت شايف كده ان هو يطلع بقى ويصطاد شوية حشرات، ياكل، يشرب شوية مية، لكن في الحر تلاقيه برضو ايه مستخبي. يبقى هو كل كائن سبحان الله بيستخبى بطريقة معينة.
في البيئة اللي هو عايش فيها ومتكيف معاها بتركيبه وبسلوكه. خلاص كده، فبيقول لك إنها بتبحث عن المخبأ في الشمس. كلمة تبحث عن المخبأ ده تكيف سلوكي، ده تكيف تكيفات الإيه السلوكي مش تركيبي، لأن أنا ما قلتلكش جسمها بيتكون من إيه، أنا قلتلك هي بتعمل إيه في الحر، إنها بتستخبى من الإيه، من الكائنات اللي أنت شايفها دي. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نكمل. من ضمن برضو أمثلة التكيفات السلوكية بيقول لك الميجريشن أو الهجرة في some animals بعض الكائنات towards a certain region، إلى منطقة معينة. خلاص، الكائنات دي بتهاجر وبتنتقل بشكل فجائي أول ما البرد يبدأ مثلا. خلاص كده، والميجريشن means traveling of some animals long distance at certain time of the year، في وقت معين من السنة. يعني هجرة مجموعة من الكائنات مع بعض في وقت معين من السنة، بيهاجروا من مكان لمكان علشان يهربوا من البرودة أو يهربوا من الإيه، من المناخ السيء. وأكتر كائنات بتعمل الحكاية دي الكائنات اللي بتقدر تطير، بس في كائنات تانية بتعمل قصة الهجرة دي زي ما أنت شايف كده، غير الطيور زي نوع من أنواع الإيه، الكائنات اللي عاملة زي الأيائل أو الغزلان اللي أنت شايفها دي، بيفقدوا أعداد كبيرة جدا أثناء الهجرة، وعلشان ينتقلوا من الأماكن الباردة للأماكن الحر للمراعي الخضراء ويعدي ال4 شهور بتوع الشتاء، هم يكونوا انتقلوا من مكان تاني يقدروا يعيشوا وياكلوا ويتكاثروا إلى آخره. لو فضلوا في المكان بتاعهم ممكن يموتوا، ما يستحملوش البرد. والطيور دي برضو كميات كبيرة جدا من الطيور تهاجر من مكان لآخر، والهجرة دي تقدر تقول إنها بتفيد الكائن برضو بطريقة تانية، إنها بتنتخب وبتنقي الأقوياء بس هم اللي يوصلوا، لكن لو كائنات ضعيفة بتموت ما بتستحملش. يبقى زي ما انت شايف كده بيعوموا على وش المايه كده ويموتوا، يبقى ده معناه ان الهجره دي برضو بتفيد في ان انا اقدر انقي واجيب الكائنات اللي هي زي ما تقول قويه، هي اللي تقدر تعيش وتتكاثر وتجيب الاجيال بتاعتها اللي هتيجي بعدها هي كمان قويه. لكن لو انت مثلا ما عملناش الحكايه دي هتلاقي الكائنات الضعيفه كمان موجوده وبتتكاثر وبتدي جيل ضعيف الى اخره. لا، فحكايه الهجره دي بتفيدني حاجتين، بتفيدني ان انا اللي بيوصل هي الكائنات القويه، وبتفيدني ان الكائنات دي قدرت تسيب المناخ السيء وتروح للمناخ الايه الجيد علشان تقدر تعيش وتستمر. خلاص، وجايب لك طبعا صورة كوكب الارض اهو، بيوضح لك ان دايما الهجرة بتكون من المناطق الباردة للمناطق الدافية. خلاص، وبعد كده بيرجعوا تاني المناطق بتاعتهم لما البرودة بتايه بتخلص او بتعدي. اظن برضو سهل وبسيط، مفيش اي مشكلة. أعزائي الطلاب، يلا نكمل مع بعض. بعد ما خلصنا الهجرة بتاعت الكائنات الحية من مكان لآخر، وسبب الهجرة دي طبعا هو تغير المناخ، وزي ما قلنا إنها بتحاول تهرب أو تتكيف مع المشاكل ديت عن طريق تكيف أو تغير سلوكي بإنها تهاجر وتنتقل من مكان لآخر لحد ما الظروف تتحسن أو كده. هنبدأ بقى نشوف الكائنات اللي احنا خدناهم مع بعض، وهنشوف كل واحد فيهم إيه التكيف التركيبي وإيه التكيف السلوكي بتاعه كويس قوي علشان يقدر يعيش في البيئة بتاعته. هنبدأ بالفانيك فوكس أو الثعلب اللي هو اللي بيعيش في الصحراء أو ثعلب الصحراء. زي ما انت شايف بيقولك ان الفانيك فوكس اند أركتيك فوكس اللي هو الثعلب القطبي اللي هناخده كمان شوية، الاتنين متكيفين للمعيشة في دراي ديزرت كلايمت أو هوت كلايمت. هتقول لي طب ازاي؟ يعني احنا فهمنا ان الايه الفانيك فوكس ممكن، لكن ازاي الأركتيك فوكس هو كمان يقدر يعيش في المناخ الدراي؟ اللي انت ما تعرفوش ان البيئة اللي هو بيعيش فيها او المناطق اللي هو بيعيش فيها لما بيتغير فيها فصل الصيف وفصل الشتاء، فتبص تلاقي التلج ده بتتحول لأرض عشبية. الأرض العشبية دي ممكن تكون فعلا ما فيهاش مية حتى لو كانت في الشتاء نفسه. اي نعم الأرض متغطية تلج، بس درجة الحرارة -50، يعني مين اللي هيبدأ يفكر ان هو ياخد التلج ده ويحطه في بقه مثلا لحد ما يدوب؟ ممكن يكون بيعمل كده، لكن الفكرة ان هو لو اتنقل لبيئة مناخها حر شوية، فرو ده لونه بيتغير وبيبقى لونه بني وبيقدر يعيش ويستحمل العطش عادي. يعني الموضوع هو فعلا لما لقى الأنواع التعالب، أي نعم هو لونه أبيض وبيعيش في المناطق القطبية، لكن ممكن كمان يستحمل المناخ الحار، تمام؟ ولكن هو تكيفه مع المناخ البارد بيبقى أفضل. زي ما أنت شايف هي دي بيئته الطبيعية، هو ممكن يكون بيستحمل المناخ الحار فترة بسيطة أو المعتدل، لكن بعد كده بيرجع تاني في المناخ البارد ما بيحصلوش حاجة. بعكس التاني، انت لو خدت الفانك فوكس بودانه الطويله دي بالاوعيه الدمويه اللي في ودانه دي ووديته في البرد، اول حاجه هتتقطع دي وهتبوظ ودانه، الدم اللي فيها هيتجمد، هو ما يقدرش يستحمل البروده اساسا، مش بيئته.
يبقى ممكن نقدر نقول ان الفونيك فوكس، عفوا الاركيتك فوكس افضل منه واقوى منه كمان، ولكن مبدئيا هو بصفة عامة بيقول لك ان يقدروا يستحملوا من المناخ الجاف. خلاص طيب نبدأ مع بعض بالفونيك فوكس. فبيقول لك زي ما انت شايف كده في الفيديو ده، جايب لك صورة الفونيك فوكس، بيقول لك it has a tan colored coat او ساندي، لون مدي على اصفر كده الفرو بتاعه، وشفناه قبل كده في الفيديو اللي قبل كده. وبيقول لك ان الكيموفلاج او التنكر بتاعنا بيستخبى من اعدائه في الرمل، او لونه من بعيد ما بيبانش، او بيستخبى من الحاجات اللي هو بيصطادها، السناجب الصغيره والفئران والعقارب والتعابين. يعني هنشوفه بعد، هو عمال ياكل عقرب هناك اهوت، وهنشوفه بعد شويه بيصطاد تعبان. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان هو لونه كده متكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها، هو ده معنى كلمه كيموفلاج او التخفي. طيب بعد كده بيقول لك ان البيئه بتاعته بتبقى ساندي او فيها رمل، او روكي مليانه صخور، في شويه صخور برضو، فبيستخبى فيها ويعيش فيها او يعمل الجحور بتاعته فيها. طيب ده بالنسبه لايه، للفانك فوكس. وممكن يحمي نفسه بقى من حراره الشمس في البيئه اللي هو عايش فيها دي بعده طرق. تعال بقى نشوف بيحمي نفسه ازاي. تعال نشوف. اول حاجه بيقول لك it has extra large ears that help the phonic fox to lose the heat to cool its body. يعني ايه؟ لما الدم يمشي في ودانه دي، العروق بتاعت الدم، والهواء يخبط فيها بيبردها، فالدم يلف ويرجع تاني للجسم بارد، يبرد الجسم ياخد حرارة ويرجع يدخل في ودانه الطويلة دي فيتبرد، وهكذا. يبقى زي ما يكون ودانه دي بتساعد في عملية التبريد. كمان اللسان ممكن يلهث كده، زي ما كنا الكلاب وهي بتلهث، يعني شايف بقه كبير ازاي، لما بيلهث برضو زي ما هنشوف دلوقتي، ممكن ده برضو يساعد على تبريد الدم. خلاص بالإضافة طبعا لأن ودانه دي بتخليه يسمع الفرائس لما بيقربها كده من سطح الأرض أو يغير اتجاهها، فهي بتخلي عنده حاسة سمع قوية جدا. أنا جايب لك صورة أحد أنواع الكلاب أهوت. اللهث بتاع الكلب ده مش حاجة عشوائية، مش مجرد عادة سيئة عنده، لأ، لسانه الطويل ده فيه دم، دم ده سخن وما بيعرقش، ما ينفعش يعرق عشان عنده فرو، فبالتالي الدم السخن ده بيدخل في اللسان وهو يبدأ يلهث، يطلع عليه الهواء السخن كمان، فيبدأ يبخر ميه ويحرق يخلصه من الحرارة الزايدة. بيقول لك إن الفانك فوكس كمان بيعمل كده، وده يعتبر behavior adaptation أو تكيف سلوكي، أو advance like إيه؟ like dogs، أو بيلهث مثل الكلاب، تمام؟ نفس الحركة اللي انت شايفها دي، بمعدل بيوصل 700 مرة في المينت، يعني 700 مرة تنفس في الدقيقة الواحدة طبعا، تو كول هيز بادي علشان يبرد جسمه. يبقى عنده تبريدين اهم، ودانه الدم يدخل فيها يبرد، لسانه ويلهث يبقى يحصل برضه تبريد. دول تكيفين، واحد فيهم تركيبي بس اللي هي الودان، وواحد فيهم لسان طويل ده تركيبي، طريقة استخدامه وان انا اتنفس بسرعة ده سلوكي، اتعلمته وشفته قبل كده فانا بعمله. يبقى الاتنين مع بعض هم تكيف تركيبي وسلوكي، حكاية اللسان دي وانه ينهك 700 مرة ورا بعض ده سلوك هو بيعمله باستخدام التركيب اللي عنده. يبقى ممكن نقول تكيف سلوكي وتركيبي في نفس الوقت. ده اللي انا عايز افهمه لك، ان ساعات الاتنين بيتداخلوا مع ايه؟ مع بعض بشكل كبير جدا. وزي ما انت شايف بقول لك it lives in ايه؟ بارز which are excellent places to stay cool during the sunny day. يعني اي كهف صغير زي ما انت شايف جذع شجره اهو مستخبي جوه، بارز الحفر الكهوف وسط الاعشاب تحميه من حراره الشمس، وبعد كده يبقى يطلع يصطاد على المغرب على العصر. وزي ما انت شايف معظم اكله اهو زي بياكل تعبان اهوت، اصطاد تعبان وعمال ياكله، ومستخبي برضه في شويه النباتات في الظل بتاعهم وهو بياكل لو تلاحظ، وعمال ياكل عقرب برضه في الصوره اللي جنبيها في الفيديو اللي جنبه. يبقى هو كل اكله الكائنات دي اللي هي بتطلع اصلا فتره المغرب او بالليل عشان تصطاد برضه هروبا من حراره الشمس، هو بيطلع معاها، وبالنهار بيبقى نايم مستخبي في الايه؟ في الجحر بتاعه. بياكل كل حاجه، بيقول لك it eat different kinds of food like insect, fruit, plants, roots او جذور نباتات and even the leftovers of another animals. ممكن برضه بقايا او فضلات الحيوانات التانيه او جثثها او اللي باقي منها لو كائنات تانية اصطادتها، ما بيسيبش حاجه ما بياكلهاش، تمام؟ ده كله ليه بقى؟ لان it is very hard to find
at the hot dry desert اللي هو الفود، يعني الاكل انا مش بلاقيه في الاماكن دي. فوكس، تعال بقى نشوف دلوقتي الاركتيك فوكس وايه التشابهات والاختلافات بينهم. اول اختلاف بينهم الهابيتاتس او البيئه بتاعته. التاني كان بيلف في الديزرت او في الصحراء، ده بيعيش فين بقى؟ قال لك بيعيش التندرا. التندرا دي يعني الصحراء الثلجيه، يعني رياح ثلج على طول ودرجه حراره بارده على طول. ديفرنت تايب اوف ديزرت بيعتبروها صحراء بس صحراء ثلج، سبحان الله هي كده تمام. والتمبريتشر كولد ات او تصل الى ايه بقى؟ 50 ديجريز بيلو زيرو، يعني 50 درجه سيليزيه تحت الصفر في الشتاء. طبعا شوف مخالبه عامله ازاي ورجليه عامله ازاي، والثيك فيور او الفرو اللي بيغطيه كيب اتس بادي وورم ان اكستريم كولد كلايمتس، يعني بيحافظ على جسمه بارد في المناخ الايه؟ البرد اللي انت شايفه ده. بيستخدم بقى حاسه الشم القويه جدا عنده دي، تركيب اللي هي كافات التركيبات اللي عنده، والودان علشان يشوف الفرائس واللي هي مستخبيه تحت التلج اهم حاجه. خلاص كده. بيقول لك كمان ان لما الشتاء بيختفي او بيخلص الفيور كود ده الوايت ده during the winter but turns into brown او in summer when the snow melts to help it sneaks up ombres in any season. يعني ده معناه ان لون الفرو بيتغير في الصيف يبقى بني زي الحشائش اللي حواليه. خلاص، فتيجي تشوفه تحس انه ثعلب عادي جدا شبه الفانك فوكس، لكن يجي تاني في الشتاء تلاقيه بقى لون ابيض. سبحان الله، يعني لون الفرو مرتبط بدرجه الحراره دي صورته هي. وهو بحاسه الشم بقى والاذن بتاعته قويه جدا وحاسه السمع، فبيقول لك هو بتساعده جدا انه يكتشف الفرائس. It has short ears، ركز بقى، انا مش عايز الدم يدخل في الودن علشان ما يتبردش وتتجمد، يبقى الودن قصيره وعليها فرو يدفيها برضه. And legs، والرجول كمان قصيرة عشان تحميه. To stay warm، عشان يبقى دافئ. طبعا غير التاني خالص، شايف التاني ودانه لو اتحط في التلج، شايف اللون الأحمر اللي في ودانه ده؟ دي أوعية دموية داخلة عشان الدم يبرد من الهواء. هو بيعيش في الصحراء، إذا خدته بودانه دي في التلج ممكن يموت، ودانه دي تتجمد ويموت. يبقى دي حاجة ودي حاجة، ده بيئة وده بيئة، ده ثعلب وده ثعلب، بس دي حاجة ودي حاجة تاني خالص. تمام؟ طيب، بيقول لك it has a special shape of ears، شكل ودنه بقى allow excellent hearing to help arctic fox hunt، بيقعد بقى يسمع الحيوانات والفئران اللي مستخبيه تحت التلج في شويه الحشائش، ويقعد بقى يقوم ناطط كده بطريقه معانا زي ما بنشوف دلوقتي كده، يكسر التلج ويدخل ياكلهم. اه شايف هينط دلوقتي اهوت، وهيبدا يصطاد الكائنات اللي مستخبيه تحت التلج، يغطس في التلج كده وتلاقيه طالع بياكل فار قد كده. طب سمع اه، شايف شايف بينط ازاي؟ ويقوم جاي نازل زي السهم براسه كده في التلج ويصطاد الكائن اللي مستخبي تحت التلج، ويحفر حفر زي ما انت شايف كده وياكل الكائنات اللي مستخبيه فيها. وممكن يعيش في يحفر حفره زي دول كده ويعيش فيها تمام؟ عشان يستخبى من البروده، ويبقى ايه؟ يبقى دافئ خلال الليل، والنهار شويه الشمس بتدفيه فهو بيقدر يعيش بالنهار ويصطاد ويشوف الكائنات ويسمعها ويقرب بالراحه من المكان اللي مستخبي فيه الكائنات تحت التلج وكده. يبقى إذن الكائن اللي انت شايفه ده متكيف بشكل رائع للمعيشة في التلج، ويقدر يعني شوف مخالبه حتى بيحفر ازاي، شايف بيحفر ازاي، ويقدر ان هو بكل بساطة يوصل للفريسة اللي مستخبية تحت، لان تحت طبقة التلج بتبقى الكائنات والجذور والنباتات عايشة عادي مستنية الصيف يجي تاني. شايف، وتلاقيه اصطاد الفار ولا التعبان ولا حاجة وبياكل فيها عادي وتمام ومبسوط، ويدور على حاجة تانية وحاجة تالتة. يبقى الكائنات دي يا شباب زي ما انت شايف جميلة جدا وعندها تكيفات تركيبية وسلوكية. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل، وعايزك بعد كده كل ما تخلص فيديو تجيب جدول وورقة فاضية وتكتب كل كائن اسمه ايه وايه التكيف التركيبي والسلوكي وايه التكيف التركيبي والسلوكي مع بعض، عشان ده هيفيدك في الاخر لما نخلص السبع كائنات اللي احنا قلنا عليهم في اول الفيديو. اتمنى تكون استفدت. كان معكم الاستاذ محمد سعيد رحمي، قناة ساينس كابيتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.